القصة دي الأولانية بطلها بطلتها نملة، والقصة التانية بطلتها نملة. في القصة الأولانية في لفتة إنسانية ونملية عالية جدا بين الإنسان وصديقته النملة، ويعني توارد وتلاقي وكلام وبيغنوا مع بعض، وده بيديها بي بي يعني بيوفر عليها موتة كانت هتسحقها تحت الكيبورد. وفي نفس الوقت دي بترد له هدية، أحلى حاجة ممكن النملة تدفع بيها يعني السكر. يعني النملة ساعات بيموت نفسه عشان مكعب سكر، حتة سكر قد كده ممكن يضحي بجيوش يعني بأعمار. فكون نملة تدي إنسان حتة سكر دي حاجة عالية جدا. فدي ده في الكتاب الأول. القصة الثانية بتتكلم برضو عن إنسان ونملة، ولكن العلاقة بينهم علاقة عكسية تماما، علاقة إبادة، علاقة صراع للموت، صراع حتى الموت. الإنسان شايف إن هو دي أوضتي، دي شقتي، أنت بتعمل إيه هنا؟ ده اللي واقع على الأرض ده أكلي، ده السكر بتاعي، فأنت بتعمل إيه هنا يعني؟ والنملة موجودة هنا على الأرض قبل الإنسان ما يطلع العمارة دي بتاعته، وقبل ما يبني الشقة، وقبل ما يشتري الشقة، موجودة على الأرض، الأرض بتاعتها موجودة على في الأرض قبل الإنسان بملايين السنين. وغالبا لو حصلت كارثة نووية أو حاجة شالتنا، زي ما لسه حصل في روسيا حاجات بسيطة كده، يعني دلع بسيط نووي كده، ممكن يعني حاجة زي كده على كبير شوية تحصل، ممكن تشيل نص البشرية يعني. وزي ما حصل في تشيرنوبل، واللي شاف المسلسل يعني شاف المهازل اللي عملها البني آدمين. فغالبا النملة كمان يعني لو الموضوع استمر على ما هو عليه كده، واحنا عمالين نلعب بالقوة الذرية اللي اكتشفناها وفرحانين بيها دي، غالبا النملة هيورث الأرض برضه، تبقى بتاعها في يوم من الأيام. فالفكرة إن انتقلنا من اللحظة اللي كان فيها تلاقي وتآلف وتناغم مع بعض، احنا والنمل احنا الاثنين المفروض مشتركين مع بعض في الارض، للحظه فيها انا حضرتك بالشبشب لان انت طلعت تاخد سكر من المطبخ بتاعي، وانا هفضل وراك لحد ما موتك. وبعدين النمله هي مش لوحدها، يعني القصه اسمها مايكروبيولوجي، وانا عايز اقول في كلمه مايكروبيولوجي دي انا عايز اتريق هنا بقى، ممكن ابقى جوكر ما بقاش يعني. هنا انا بتريق على الانسان اللي يعني احنا بما ان احنا بشر وده حجمنا، يعني احنا بنبقى مثلا متر و70 مثلا، فاي حاجه بالنسبه لنا بتقل عن المتر و70 دي بقت مايكرو بيولوجي. يا رب يعني النمله عشان صغيره بقت مايكرو بيولوجي، البكتيريا عشان صغيره بقت مايكرو بيولوجي، اديتها صفه انها مايكرو صغيره. طيب انت لما بيجي لك عدوى بكتيريا او عدوى فيروس او عدوى فطريه او عدوى من اي حاجه، دي ممكن مش ما تنامكش الليل، هي ممكن تموتك كبني ادم، تقتلك، ما تعرفش تعمل معاها حاجه. يعني هل النمله فعلا هل البكتيريا فعلا ستيل مايكرو دلوقتي بعد الاثر اللي هي ممكن تكون اودت بحياتك، ستيل انت بتبص لها كانها مايكرو؟ طب الحاجات دي لو انت عرفت انها قاعده قبلك في الارض بملايين سنين، وغالبا انت هتموت هتندثر بحماقه من حماقاتك، وهتقعد الحاجات دي برضو بعدك في الارض ملايين سنين، ويمكن ربنا يخلق دوره حاجه جديده بعدك اصلا من كائنات تانية مختلفه تماما، هتبقى برضو الحاجات دي موجوده وميكانيزمات عجيبه للتكيف موجوده فيها. فانت ازاي بعد كل ده يا بني ادم تقوم مسميها كده هو كده تقول عليها مايكروبيولوجي، وهي اللي هتقعد بعدك، وهي اللي ممكن تقتلك، وهي اللي فعلا بتقتلك. ف النظره المتعجرفه بتاعت البني ادم حاجه من الحاجات اللي بتدعو جدا للتامل، ودي حاجه يعني ده يستدعي للذهن برضو. ليه انا بحب القصه؟ وليه القصه دي حاجه عظيمه جدا واحسن اختراع قبل الكهرباء؟ القصة أحسن اختراع قبل الكهرباء بالمناسبة، لأن القصة مش قبل الكهرباء بس، القصة من أول يعني، مع احترامي الشديد أنا بحب جدا السينما،
سينما عظيم جدا، وهي في رأيي أنا أول فن، يعني أعظم فن هو فن السينما. تاني أعظم فن في رأيي برضو فن الكوميكس، لأنه أقرب ما يكون للسينما بس من غير تحريك. تالت أعظم فن بقى ممكن بقى إيه يتصارع فيه الموسيقى والقصة، بعد كده الرواية بقى وحشة. ليه القصة عظيمة جدا؟ يعمل النقوش بتاعت الكهوف دي كانوا بيحكوا لبعض القصص من أول ما اتولدت اللغة. البني آدم بيحكي قصص، والبني آدم مش بس بيحكي قصص، هو البني آدم يعني فيما بالتعبير الإنجليزي اللي بيتقال هو هارد وايرد، إنه يستقبل المعلومة بالقصة. هو دماغه متركبة كده، دماغه متركبة إنها تستوعب بالقصة اكتر بكتير ما بتستوعب بالكلام العادي، المقال العادي او الخبر. هو البني ادم عايز يسمع قصه، فهو ادم الفنون. وحتى ان السينما والكوميكس هم متفوقين على القصه عشان هم فيهم فنون تانية بتساعدهم، منها الموسيقى ومنها اللون ومنها الاضاءه ومنها التمثيل والحاجات دي كلها. لكن هو السينما والكوميكس ناجحين في الاساس، تفتكروا ليه؟ عشان هما قصة أصلا، هما بانيين نفسهم على الفن الأعظم والأقدم في التاريخ، وهو القصة. وعلشان كده في أفلام بتبقى زي أفلام بتاعت واحد اسمه نيكولاس مش عارف إيه، نيكولاس والدو ريفن مثلا، ده راجل مخرج دنماركي، أفلامه رائعة من الناحية البصرية، جميلة جدا، ويعني ملهاش أي 30 لازمة من ناحية القصة، تقريبا أفلامه خالية من القصص، يعني قصصها ضعيفة جدا. لذلك الافلام دي في رايي انا ما مش هتعلق، الا هتعلق مثلا بمشهد او بكادر، انها مش هتعلق في الدماغ. الافلام اللي فيها قصص عظيمه هي اعظم الافلام في التاريخ، منهم جاد فادر مثلا. جاد فادر ده قصه عظيمه. بعد كده يجي بقى بص الراجل استخدم الاضاءه ازاي في المشهد، وبص استخدم الموسيقى، وبص عمل ايه، ده جميل جدا، بس هو عشان مبني على قصه عظيمه اصبح فيلم عظيم. ف الفكرة ان القصة بتدي للكاتب حرية ان هو يتكلم المفروض في اي موضوع. يعني انا مش ممكن ابدا اكتب رواية عن الميكروبيولوجي، صعب قوي. يعني ممكن حد مجنون يعملها، بس صعب جدا تبقى رواية كاملة بطلها فيروس مثلا، او بتتكلم على البكتيريا بس، هتبقى حاجة غريبة شوية. حتى الافلام مثلا لما بتتكلم على فيلم مثلا بطل بتاعه فيروس او بكتيريا، لازم هيبقى فيلم فيه اجتياح للفيروس في افريقيا، وناس نزلت بهليكوبترات ولابسين بدل واقيه وبيحاولوا ينقذوا البشريه، والحمد لله بينقذوها في الاخر. فحتى الفيلم اللي هيتكلم على المايكروبيولوجي هيبقى واقع برضه في فخ ان هو لازم يبقى قصه معروفه سلفا هتبقى شكلها عامل ازاي. انما في القصص بتبقى ليك حريه تامه ان انت تستكشف عالم زي ده، او تكتب على حاجه زي كده. ممكن تكتب على اي حاجه، يعني اي حاجه تخطر في بالك ممكن تكتب عليها قصه. اضف الى هذا فكره اللي انا قلتها في الاول، فكره الحريه في ان انت تكتب وما تكتبش، يعني بتكتب بالرمز. واضف الى هذا ايضا فكره ان انت ان فعلا اي حد بيقرا روايه هو بيبقى فيه مشهد مركزي، او اي حد بيتفرج على فيلم فيه مشهد معين كده هو اللي بيبقى ايه، هو اللي معلم معايا، والباقي بيبقى حاجات عشان توصلنا لده. يعني الروايه او الفيلم بيبقى مشاهد مركزيه، المشاهد الكبيره اللي ما بننساهاش ابدا، وبيبقى فيه مشاهد عشان دورها انها تسهل الترانزيشن او الانتقال بين المشهد العظيم الف وبين المشهد العظيم ب. واحيانا المشهد الانتقالي ده ممكن يبقى مثلا ساعه الا ربع عشان بينما ما وصل المشهد ده والمشهد ده. في القصة مفيش كده. في القصة أنا جات لي فكرة، بكتب عن الفكرة وبقول كل اللي أنا عايزه وبقفل القصة خلاص كده. يعني زي حد بيلعب موسيقى مثلا، يقوم عامل بتاعه وقافل خلاص، هي الحتة اللي قالها وقافل. علشان كده فكرتها بتفضل مركزية زي ما بيتقال كده، أو الفكرة بتفضل موجودة في القلب، ومبيبقاش فيه وقت ولا بيبقى فيه طاقة للحشو، او يعني او فضل الكلام، او ان انا ازود بقى عشان ايه امشي الامور.
انا مش عايز اطول في الكلام، ف يعني اذا حد عنده سؤال عن القصص، عن الكتاب، سؤال عن السينما، سؤال عن اي حاجه اللي انا قلته، لو حد عايز يسال عن قصه من القصص دي، فرصه يعني نادره جدا، لان انا لو حد سالني دلوقتي انا هجاوب عن ايه اللي اقصده بقصه كذا. بس انا في الحياه كده عمري ما، يعني لو حد مثلا كتب على جود ريدز لم اكن اعرف ما الذي يقصده الكاتب من هذه القصه، ما يعني زي ما انت بالظبط، يعني خليك كده ما مش عارف. فلو حد عنده سؤال على اي حاجه من اللي اتقال او يعني اي حاجه بشكل عام فليتفضل، ولو حد ما عندوش سؤال فهكمل في اللي انا بقول فيه، بس انا صدعته كده.